الله قال لك في القرآن ده مثل للموحد والمشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، المرتاح ياتو السيد واحد ولا العشرة ده أب عشرة ده مش الواحد بس زي ما قالوا أولادنا دي وأعمامنا دي، سيدك واحد انت هسي عليك الله أنا أعتر، أنا هذه لي سبعة أعتر عربية دارة تنقلب يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، ده في الشرق ده في الغرب ده في الشمال ده في الجنوب ده في الوسط، ده بياكل أنا بنادي فيه وهو بياكل، هذا يتم أكله ده ولا يلحقنا أنا؟ ولو لحقنا أنا ونادى واحد تاني يلحق ياتو فينا ينجي ياتو هو بياكل، العربية لو دارت تنقلب الساعة 3 صباحا والزول ده نايم أنا أقعد أنتظر كذي ما بتكون اتقلبت واتهرست ذاته انتظروا لما نصحى، لكن شوف الله قال عن نفسه شنو قال في القرآن، أول شيء قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب، واحد دي خدتها بجنب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دي واحد خدتها بجنب، اثنين قال لك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دي اثنين خدتها يعلم سبحانه وتعالى، ثلاثة قال لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، انت ما تفكر في القيوم دي معناه شنو، القيوم دي ما بتلقاه إلا عند الله سبحانه وتعالى، الصفة دي القيوم القائم بذاته لا يفتقر إلى خلقه قائم بذاته قائم بشؤون خلقه أو شيء قائم بذاته غني عن العالمين، اثنين قائم بشؤون خلقه يدبرها سبحانه وتعالى، بعد قال لا تأخذه شنو سنة ولا نوم، سنة ما بينعس، لا تأخذه سنة ما بينعس ولا نوم، لكن زولك دانا نادي هنا نص الليل نايم يشخر دي حلوها كيف ذاته، لذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى، نحن والله دارين الناس بس يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، مريطة زي أيوب عليه السلام قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مريطة طوال يا شافي أشفيني، تاني سوي السبب أمشي للدكتور والحقن والحبوب ما مشكلة، يعرف إنه اللي بيشفيك منه الله سبحانه وتعالى، وما تمشي لدجال ولا لعراف ولا تمشي لزول يديك محايات وبخرات، دي والله ما من الدين في شيء، لا بتلقاها في القرآن لا في السنة، يجيبوا ألواح يكتبوا فيها سكن وحاجات قرآن يكتبوا بالسكن ويحطوه في مويه ويقول لك اشربوا فيه شفاء، ما عملوا الرسول عليه الصلاة والسلام شغل زي ده ما عملوا، الناس قامت عليه وما عملوا، وذاته اللي بيعمل الحاجات دي لما نمرض بيمشي الدكتور، الناس ذاته اللي بيعمل الحاجات دي هو لما نمرض بيمشي الدكتور، ومرات يموت في المستشفى هو ذاته تلقاه يموت جوا في المستشفى، وانت تجي مسكين يديك لا يقول لك هاك اشربه وفيه الشفاء، ترفع مخدته الشيخ ذاته تلقى صيدلية الشفاء اليد البيضاء تلقى عنده حقنتين وثلاثة حبات وخمسة كبسولات، انت ما تشرب شغلك ده، يقول لك لا لا الشغل لك دي ما معقولة يا جماعة، ولا يكتب لك قرآن يقول لك يتبخر به القرآن، الله ما نزله لك كده، القرآن ده في السودان ده عملوا في عمائل عجيبة خلاص لا صح، حتى في السودان واحدين ربطوا حجابات ما بجوز في الشريعة، ابن مسعود قال ما بجوز تعلق حجاب ولو من القرآن تميمة، قال واحدين سووا زينة في البيوت زينة سورة ياسين سورة، واحدين خاتينه في العربات تلقى خاتين في القزاز الهايس
هايس تلقى المصحف قدام جنب الطبلون بفوق، الهايس تلقى المصحف في الهايس فوق، وتلقى تحت شغال بسري ما مشكلة. المشكلة شغلتك دي ذاتها مشكلة، شغلتك دي ذاتها مشكلة، مشكلة بتاع شنو وذاته شغلك ده غلط. ما تخات قرآن وتشغل غنى كيف ذاته، والقرآن بيخدتوك واحدين حلوه سووه في أوراق وزي الألواح دي اكتبوه وحدتوه يشربوه، واحدين ساوينه بخرات، ده كل القرآن ما نزل عشان كده. القرآن ده الله وراك نزله لشنو؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحتى الشفا تقراه، القرآن ده تقراه تنفث في نفسك ولا في المريض، ولا تقراه وتنفث في موية وتشربها، دي بتختلف، دي ما فيها ضرر. انت بتقراه وبتنفث في الموية وتشرب، دي ما فيها ضرر، دي رقية. وننزل من القرآن ما هو شنو؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما تكتبه في لوح بسكن وتحتة سكن، ده فيه ضرر، والرسول قال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار.